كما شفنا معنا اليوم حدث حميمية فكاهة مراح ذهابة في سباق النوادي بدورته الثالثة. سباق النوادي اللي هو تظاهرة رياضية سياحية فريدة من نوعها تستقي سنة بعد سنة من أجل النهوض في القطاع الرياضي والسياحي بالمغرب وخاصة بعاصمة البوغاز والطابع الجغرافي المميز لهذه المدينة العريقة المتوسطية. يعني السباق يعني لنا طموح أن يصبح له إشعاع دولي وله بعد يعني أكثر في خلق جاذبية للمنطقة من أجل الترويج لهذه المدينة التي أراد لها صاحب جلالة يعني انطلاقة قوية منذ يعني توليه العرش. قلت يعني مستقبلا سنحاول يعني تجديد الفكرة يعني وإصلاح مجموعة من الهفوات يعني اللي ركبناها في الدورة الأولى والثانية والثالثة حتى يكون يعني هذا السباق عنده يعني إشعاع وبعد دولي. يعني غياب الدعم وقلة اليد هو الذي جعلنا نكتفي بهذا القدر من هذا الاحتفال يعني الممزوج يعني بالفولكلور بالموسيقى يعني بصراع المنافسة ديال المتسابقين. كنتمنوا يعني بالجهات الوصية خاصة على القطاع السياحي يعني تاخذوا واحد الفكرة على عاتقها بأن مهرجان النوادي يعني هو قيمة مضافة للسياحة يعني هو ترويج للسياحة أكثر من جميع المهرجانات التي تحتضنها المغرب وتحتضنها مدينة طنجة.